نقص في التجربه، هذه الراي ديالي. المكتب ما متمكنش 100% من داك الشيء اللي ربما البدايه ديالو. سي انس محفوظ ديجا كان كاتب عام، اول مره غيكون رئيس، كنتمناو ليه التوفيق. بالنسبه للرجاء، خاص باش تكون الرجاء، الرجاء خاص انتدابات، انتدابات في مستوى الرجاء البيضاوي، لان هذه اللعبه اللي كنشوفوا ناقصين شويه بارابور النيفو ديال الرجاء والمستوى ديال الرجاء البيضاوي. ادم نفاتي مثلا، المهم لعبه الكرون كاليبر، واحد شي جوج ولا ثلاثه ديال لي زافريكان يكونوا دو كرون كاليبر، ماشي لي زافريكان بحال كوياتي ودي دوك، ماشي وهذا ما كانوا. نبغيو نشوفوا اللعابه اللي عندهم مستوى كبير في البطوله، واخا كتكون صعيب باش ننتدبوهم، لان كيكونوا عليهم سورتو اللعيب، الفرقه ملي كتعرف ان الرجاء البيضاوي هي اللي بغات اللاعب ديالها، فشويه كطلع لو نيفو، نيفو دو سالير، نيفو ديال البريم دو سيناتور وديك الشيء. ولكن كنتمناو التوفيق، نتمناو التوفيق الرجاء البيضاوي، لان ملي كيكون الرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي في القمه ديالهم، فالمستوى ديال البطوله بصفه عامه وهذه كتكون مزيانه. والجيش الملكي بطبيعه الحال، ما نساوش الجيش الملكي، لانه حتى هو فريق كبير برغم الصعوبات اللي كانت عنده في السنين الاخيره. هذا العام كنشوفوا بعدا شويه المستوى بدا كيطلع. هو المكتب مكتب فاشل، عرفنا من النهار الاول خد الرئاسه ديالو، حيت لا يعقل الفريق دخل اكثر من 14 مليار من الالقاب وبيع اللاعبين اللي باعوا جوج لعابه ركائز الفريق، مالونغو الرحيمي واللي ما جبتيش البديل ديالهم، جبتي لعابه كامل ما نظنش ما تساويش 500 مليون كامل، لا يعقل. وجيبي مدرب ما عندوش خبره في لافريك، زيرو خبره، زيرو لقب. الانجاز الوحيد اللي عنده هو انه درب منتخب بلجيكا، لا يعقل انك حيت مدرب دخل درب منتخب بلجيكا تجيبوا فريق كبير كفريق الرجاء. وكاين لعيبه بزاف كنتمناو نجيبوا ادم نفاتي، لانه كنشوفوا غيكون الحفيظه غيمشي للسعوديه، دونك الانتداب اللي غيكون باص الحفيظه هو ادم نفاتي. ويشوفوا لنا شي اجنحه، كاين احمد حمودان ديال طنجه، لاعب كنظن احسن جناح في البطوله الوطنيه. ما مكتب ما والو، ما احترامات لاي واحد، ما نعيرهم ما نسبهم ما نقول لهم والو. واش انت داخل باغي رئيس باغي يسير على راسو؟ راه ما يمكنش يسير راسو، وما يمكنش هو يتحدى الجمهور هذا ويتحدى المنخرطين ويتحدى كل شيء باش يدير الراي ديالو. حنا بدينا بمدرب فاشل. بعدا ذاك النهار ياس قلت لها بواحد الانترفيو، قلت لكم راه الذنوب ديال الشابين راه غادي تخلصوها. احنا بدينا الحمد لله، بدينا غنبداو نخلصوا، لا ريكريتمون لا والو، مدرب ما عنده لا بصمه ديال الخطه باش يلعب لا والو. جات هاد التبهدله اللي باغي يبهدلوا بها الفرقه هذه. واش فرقه عزيزه على امه، على بلاد، على قدها شعب، وتيبهدلوا فيها الكره حرام. ما يخدم ما يخدمش بوحدو، خصو يخدم ياخذ الاراء ديال كاع الناس اللي كيتجمعوا معاه في المكتب باش يدير هذا الشيء، راه ما خصوش يدير. دابا راه ما كاين لا في الميركاتو الشتوي، راه ما كاين لا لعابه لا والو، راه كاينه الشياطه هي اللي كاينه، اللعابه اللي شايطين. شكون الفرقه اللي غتعطيك شي لعاب ديالها مزيان في هذا الروتور هذا ديال البطوله؟ قليله. اللي محتاج فلوس باغي يبيع يفك عليه الازمه هو اللي يبيع لك شي واحد مزيان، هذا الشيء راه معروف. هذا الشيء ورفعت مني قلتها، وكلشي بدا تيضحك عليا حيت ما فاهمين والو. النهار اللي قلت لهم اللي باغي تكون راجل يتوضا، انا العقب نفيقكم اللي باغي تكون راجل يتوضا. الراجل بغينا نتقاد ان شاء الله، وان شاء الله يكون رئيس مزيان ويقاد الرجاء. دابا جا هذا المدرب ديال المدرب اللي جابو حتى هو مشي خلوض الرجاء رونها، واش حمر بقى يجيبنا في التعادلات وفي الخسران وفي هادي. حنا اش بغينا؟ بغينا شي مدرب يقاد الرجاء يكون واحد كديريكت، وبغينا الرئيس هو يمشي بحالاتو. وحنا بغينا الدراري اللي كانوا ولاد الرجاء هما اللي يبقى متولي. وبن حليب راه بزاف عليك الرجاء، والله صراحه خويا بن حليب الرجاء بزاف عليك، وخويا بن حليب سيقلب على راسك اخويا الحمل والدي. يلا ودي مرج ان شاء الله. اخويا ما باقا ما بانش لي داك الشيء اكزاكت، فهمتيني؟ ما حيت الرجاء عندها اسطوره، فهمتيني؟ الرجاء فريق كبير وفهمتيني مستوى عالي وهادي، واني باقي صراحه باقا ما بان لي والو، باقا الفريق ما ليكيب راسيونال باقا ما مجموعش كما كنقولوا. واني الدراري صراحه برافو، فهمتيني؟ الدراري ناضي.